يعني هناك تأثير أكيد راح يكون واضح، خصوصا مع قانون الانتخابات الحالي اللي تقسم بطريقة فنية بحيث يعني تعطي إمكانية لجهة معينة من منطقة مثلا هي ما إلها وجود بها أن ربما يصعد منها ممثل عن هاي المنطقة، وهي راح تسبب لنا إشكالية. دا يلعبون بالنار. منو دا يلعب بالنار؟ هاي التيارات اللي تقفز على الواقع الاجتماعي الموجود، يعني مثلا ستاج وطارمية مبينين هل هم من هم؟ مو؟ عشائر شادة وجمهور ودلم وجمهور سلمان مو؟ ايه؟ شنو عليش جايب لنا واحد مرشح مثلا من جنوب بغداد علينا؟ لا يفوز بذاك مو؟ لا مو لا لا ما يفوز ليش خايف منه؟ ليش خايف منه؟ هذا القانون الجديد. قانون الجديد مين يجيبوا له؟ مين يجيبوا له أصوات؟ إيه هو هذا ما الترقيع يسموها مثلا هسه مثلا حتى داخل بغداد مثلا هذا يسموها يعني منطقة الفارس أو نسيت اسمها يعني مقتطعيها من الغزالية وجايبها على المنصور. إخو خلوه هي بالغزالية، هي بالغزالية جابها على طبعا هاي ثالث مرة ينذكر هذا المركز، مركز الفارس اللي بالشعلة.